السلام عليكم. هنعمل النهارده المكرونه اللي هي بالتونه، مكرونه شعريه. طبعا بنغلي الميه وبنحط المكرونه تسلق، اهي هي نفس التكنيك اللي استعملنا بيه المكرونه قبل كده اللي هي البشاميل. فهي هي دي مكرونه اللي هي سباجيتي، وبنسلقها الاول وبعد كده هنشوف هنعمل ايه، بس هنعمل مكرونه بالتونه. ده يا جماعة هنعمل الحاجات اللي هي بتاعت التونة والحاجات دي بتاعت المكرونة. المكرونة كده خلاص انا قفلت عليها وسبتها في المية زي ما قلتلكوا، ودايما بسيبها في المية عشان تحتفظ بالمواد بتاعتها، بالمادة بتاعتها، ما تبقاش ناشفة بالطراوة بتاعتها يعني. دوت اللي هي ده معلقتين زيت عادي اللي هو الزيت اللي احنا بتاع الدورة دوت، حطيتهم في الصينيه عشان هعمل في الصينيه النهارده، عشان في الاخر خالص هدخل الفرن بس من فوق تدي طبقه بس كده عايزه دوت. المكون دوت عباره عن فلفل الوان وفصين ثوم مع بعض، فصين ثوم وفلفل الوان. برضك انا مش هسوي الفلفل، انا بس هشوحه شويه عشان يثبت شويه بس، مش عايزه اكتر من كده. الثوم برضك مش هحرقه، الثوم انا عايزاه يتشوح شويه، برضك مش عايزه اكتر من كده. بعد ما اخلص دوت هنعمل بقى، هنحط عليهم التونه بس يتشوح ده شويه، وبعد كده يتحط على هنحط التونه على طول. شوفي الالوان عاملة ازاي، نشوحه بس. لما بنشوح البصل، مش البصل اللي هو الثوم والفلفل الالوان مع بعض، هنحط معاهم بعد كده التونة اهيت، التونة نشوحها برضه شوية مش كتير، تاكلوش الاكل يعني صاحبة التونة ازاي تعتبر مستوية، احنا بناكلها كده بس. هي دي الطريقة دي بتتعمل كده، وده على فكرة معلقة كمون، مش معلقة، هو يعني انا هاكل معلقة اللي انا مستعملاها دي، دي معلقة كمون من دي دي اهيت. بس هتاخد لها يعني ايه غلوة مش اكتر، انا مش بسوي بتاع ده هو حاجة، الحاجات كلها مستوية على فكرة. التونة احنا بناكلها كده عادي، انا بس عايزاها تاخد من الطعم بتاع الفلفل دوت والطعم الكمون. وبعد كده هنحط الصلصة، بس اخلص دي بس ايه افكها عن بعضيها كده شوية، منخليهاش مكلكعة كده، هنفك كده ومنخليش حتت بس دي احلى من المفتفتة فعلا. المفتفتة اللي احنا بتبقى عاملة زي الناعمة دي مش حلوة كده، في جربتها في المكرونة قبل كده مش حلوة، هي دي اللي بتطلع احلى. اجي اهو، بس المهم ان احنا نكسر المكرونة عشان تاخد وتدي من من التتبيله بتاعت الفلفل، تاخد طعم الفلفل كمان، والكمون اللي احنا حطيناه، والمعلقه اللي انا ورتلكوا هي دي المعلقه بس اللي انا بحطها في الكمون، لكن في النهايه بتدي طعم حلو جدا، وما بيبقاش فيه ريحه زفاره يعني، اللي هي التونه مهما ياكل هو سمك بس في النهايه ممكن يبقى فيه شويه زفاره، فاحنا بنحط الكمون دوت على اساس ان الكمون بيضيع ريحه الزفاره. وادي الدوات اهي، بس المهم ايه زي ما بقول لكم تقطعوها، عشان لو هتحطي الصلصه دلوقتي وهي مش متقطعه هتفضل زي هي على الحال ده على فكره، عشان كده لازم ايه احنا واحنا بنعمل كده نقطعها عشان تطلع من كل المكلكع ده. اللي عايزه حراقه من هنا بقى يحط فلفل، مع ده فلفل حراق، دي اللي عايزه حراق، او يحط شويه شطه وحاجات كده.
ده انا بحط كده اللي هو الكمون، بحط طبعا شويه فلفل اسود مش كتير، فلفل اسود انا هنا ومش هيزر طعم الفلفل التاني يعني، عشان يزر طعم الفلفل التاني بس مش اكتر. ملح في الاخر خالص، مش هحط حاجه دلوقتي الا لما اشوف. على فكره الفلفل اللي انا بطحنه اللي هو الفلفل اللي بيبقى حاسس شويه، انا مبحبش الفلفل المطحون قوي الناعم ده، فبحب كده يعني بيبقى بيدي طعم جميل. ادي الفونه اهي، انا ايه كسرتها على قد ما كتبتها يعني. يبقى معلقتين زيت في الاول، فلفل ثوم وفلفل فصين ثوم مش كتير، فصين ثوم وشويه وبردك حته فلفل صغيره حمراء على حته خضراء على حته صفراء مش اكتر. قطعتهم وعملتهم زي جوليان كده وحطيتهم في اللي ياخدوا بس تشويحه شويه، وحطيت عليهم التونه اهي كده. انا خلاص مش عايزه اكتر من كده عشان ايه، والثوم بس الثوم هتلاقيه ايه واخد اهو ادي الثوم اهو، هو ما فيش حاجه بتستوي، مش عايزه حاجه تتحرق، مش عايزه حاجه تتحمر، انا عايزه حاجه بس تدي يعني تظهر الطعم بس مش اكتر. هنحط الطماطم اهيت يعني لونها جميل جدا، الطماطم دي انا كنت عاملاها في الفريزر وفرزوها، طحناها وفرزوها في الفريزر عشان تسهل الحاجه عليا. انا عامله على كله على نار هاديه، مش عاملة على نار كده، نار كله نار هادية خالص، لان صوتوتة اللي هي اللي بعمل عليها القهوة تحتي فبعمل عليها. انا مش عايزة حاجة تستوي جامد، انا عايزة بس حاجة ان هي ايه تتشاف، دي بس هتاخد لها غلوة تاخد لها غلوة، مش عايزة اكتر من كده. رجعنا بقى بعد ما مش هسبكت هي، بس انا عايزاها تغلي غلوه بس مش عايزه اكتر من كده. وده كده خلاص، واجي ده المكرونه اهيت خلاص كده. في اسهل يا جماعه، اسهل وابسط مكرونه يعني، مفيش ابسط من كده بصراحه. كل اللي هنعمله هنحط المكرونه كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، يا جماعة ما حدش يشيل مكرونة في الفريزر المسلوقة عشان مش كويس، عشان البكتيريا والحاجات دي. احنا بنعملها ونعمل على قدنا، نعملش كتير، نعمل على قدنا. ادي المكرونة في المية بتاعتها اهي، ادي المية بتاعتها اهي، ها المية بتحتفظ بالرطوبة بتاعتها متنشفش. مكرونة السباكيتي اللي هي العريضة شوية مش المبرومة قوي دي اهيت. ده اللي انا عايزاه اهو، يجي المكرونة اهي يا دوبك، بس انا بقلبها تقليبة كده وهدخلها الفرن مع شوية اللي عايز بقى يحط جبن، مش عايز يعني مش محتاجة، والله مش محتاجة اي حاجة، بس انا بحط شوية زيتون في الاخر بس مش اكتر من كده. كمية المكرونة اهي، بس شكل حاجة ازاي عاملة اهيت، كل حاجة موجودة فيها. الفلفل الالوان زي ما بقولكوا بنحتفظ بالالوان، بس عامل ازاي كأنك لسه عاملاه مش كأنه طازة، كأني مخرطاه كده، مش هتشال تشويحة ولا حاجة.
لكن هو طبعا بيبقى واخد تشويحه كده على النار. الشيكو شطوه كل حاجه معايا وسهله ما فيهاش حاجه. واسهل مكرونه زي ما بنقول هي المكرونه اللي بالتونه دي، كانت حد طالبها مني عايز المكرونه اللي هي بالتونه. ادي ديت بتتعمل طبعا في انواع مكرونات كتيره بتتعمل بيها المكرونه اللي هي بالتونه، لكن انا عندي هنا نفسه بصراحه في الاسباجيتي ديت بيحبوها. فالمهم انا عملتها لهم اهو عشان يبقى ايه مش حرمهم من حاجه يعني. ادي المكرونه وخلاص كده اهي. الصلصه طبعا انتوا شايفتوا معايا ما فيش حاجه كتيره، دي حاجات بسيطه انا ما حطيتش حاجه ياما. ادي ديت هنحط كده ايه اللي هي بنقول شوية زيتون فوق الوش كده بس، مش عايزة اكتر من كده. ده يجيب الطعم شوية، والزيتون طبعا بيعادل الملح لو احنا ما بنحطش ملح. انا ابتديت بصراحة ما احطش ملح وحاجات كده كتير عشان بحط حاجات تانية. الليمون بيعادلني، لو في حاجة فيها جبن انا بيعادل، الحاجات دي كلها بتعادل الملح. فمفيش داعي احط ده واحط ده وتبقى الحاجة كده ايه في الاخر في النهاية متتاكلش. مش بصراحة الواحد بيخاف عشان نقرص وحاجات كده، عندي نقرص فطبعا مش عايزة املح كتير. اجي اهي المكرونة يا جماعة اهي شكلها مش حاجة، انا هدخلها بس الفرن شوية وخلاص على كده. واظن هي ما فيهاش حاجة، وزي ما انتم شايفين ان هي سهلة جدا وبسيطة جدا وطعمها جنين حلو جدا. معلقه الكمون اللي انا حطيتها هي دي اللي بتعادل عشان لو في ريحه زفاره او حاجه في التونه. يعني انا عن نفسي ما بحبش ريحه الزفاره في الاكل حتى لو كان سمك او حاجه. فطبعا بحط حاجات تداري بقى الحاجات دي كلها. وادي دي المكرونه، في بقى بيحطوا جبنه لو انتوا عايزين جبن مبشوره، عايزين جبن اللي هي تعادل جبنه طبعا تحطوا جبنه جوده او شيدر او الاثنين مع بعض، لكن ما تحطوش اي جبنه تركي او حاجه عشان ما تبقاش حادقه. ديت لان طبعا اساسا التونه بيبقى فيها على فكره بيبقى فيها ملح شويه. فدوت اللي هي المكرونه بالتونه وخلاص على كده. وخدت غلوه كمان من فوق اهي النار اهي عليها. فكده خلاص الحمد لله. وانا بس لو عايزه ادخلها هدخلها الفرن، مش عايزه ايه مش محتاجة والله، بس بحاول انا بدخلها شوية بس تاخد لون من فوق الوش كده، بس مش عايزة اكتر من كده. السلام عليكم.